السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 51%. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح في الأدبي 46.5% والعلمي 61.65% والعامة 51.25%. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد 15/8/2021 بمقر المشيخة أن هناك 6 محافظات لم تظهر فيها أي محاضر أو ضوابط لامتحانات الإسماعيلية، للسويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر. من جانبه حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على تهنئة أبنائه الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021 ميلادية. وأشار شيخ الأزهر خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى ينالوا المراكز الأولى، معربا عن تمنياته لهم ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق في خدمة دينهم ووطنهم، نصحا أبنائه الطلاب بأن يواصلون التميز والتفوق ولا يتوقفوا عن الاجتهاد في طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائما، ومرافقة الأهل العلم ومجالسة العلماء حتى يسهموا في تحقيق الخير والسلام لكل الناس ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم. وحرص شيخ الأزهر على تقديم الشكر لأولياء الأمور الطلاب الأوائل على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم في ظل الظروف التي مر بها العالم الأجمع خلال هذا العام من انتشار وباء الكورونا وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه. ألف مبروك للطلاب الناجحين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.